فيما يتعلق في تقرير لجنة تشريعية، كما أخبرني الأخ رئيس اللجنة بأن توقع أن سيعرض أيضا على جلسة 8 يناير، وكذلك الأمر بالنسبة للمداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر كما أخبرني الأخ رئيس اللجنة المالية، لأن هناك بعض التعديلات المقدمة من النواب ولا زال بحثه مستمر مع الجانب الحكومي ومع بعض النواب الآخرين. فجلسة 25 ستتركز على استكمال الرد على الخطاب الأميري، وأمل أن ننتهي من هذا البند إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعدها في مداولة ثانية على أحد القوانين. إن كان هناك سعة في الوقت ممكن أن نستوعب قانون أو آخر، وإن لم يكن هناك سعة فبالتأكيد سيؤجل إلى الجلسة اللي بعدها. مثل ما قلت لك سابقا، الإجراءات سيتم الإعلان عنها بعد وصول آخر الأحكام، ليس من المنطق ولا من الحصافة الحديث عن الإجراءات التي ستتبع قبل وصول آخر الأحكام. في ثلاث طعون خلصوا اثنين، ننطر الثالث، خاصة كلهم يتعلقون في نفس الموضوع. لكن أيضا بالتأكيد أحكام المحكمة الدستورية تحترم، وسنتحمل مسؤوليتنا التاريخية سواء كرئيس أو مكتب مجلس، وإن شاء الله المجلس تجاه هذه الأحكام.